وللمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. يعني اليوم الكل يتحدث عن الانتخابات الأمريكية وكيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية على الأسواق العالمية. برأيك الفائز يعني شخصية الرئيس الفائز سواء كان جو بايدن أو ترامب كيف ستتفاعل الأسواق معها يوم الغد؟ يعني هي مرحلة حاسمة وغير متوقعة حتى الآن، وحتى وإن كانت استطلاعات الرأي تشير إلى فوز بايدن، ولكن هذه الاستطلاعات فيها هامش خطأ، ورأينا ذلك سابقا بالعام 2016 بنتيجة الانتخابات وخسارة هيلاري كلينتون، على الرغم من أنه كان في عنا الأصوات أكثر، لكن المجمعات الانتخابية هي التي تحسم، والولايات المتأرجحة عم نتحدث على 161 ولاية يعني صوت للولايات المتأرجحة من أصل 538. من يسعى إلى تحقيق 270 مجمع انتخابي سيكون هو الرئيس، بالتالي النسبة كبيرة جدا فيما يتعلق بالولايات المتأرجحة، وأعتقد أكبرها هي فلوريدا وأوهايو ويعني بنسلفانيا، هي الولايات التي يعني مع ساعات الصباح الأولى بتوقيت الإمارات سوف تظهر النتائج الخاصة بها وتظهر الفائز. حقيقة الأسواق تفضل ترامب بالاتجاه الصاعد، كانت قد أظهرت ذلك سابقا بالنتيجة الاقتطاعات الضريبية الكبيرة التي يحققها للشركات القطاع أو الشركات الكبرى، في نفس الوقت تشجيع للصناعات المحلية أو للشركات الأمريكية، ذلك يعزز ارتفاعات أكثر في الأسواق، على عكس بايدن اللي هو تأثيره على الاقتصاد ممكن يكون متوسط إلى بعيد المدى، نظرا لأنه سينتهج آلية جديدة وهي تشجيع الطاقة النظيفة وما إلى ذلك، بالتالي قد يضغط على بعض القطاعات، ولكنه يحفز الأفراد بشكل مباشر من خلال حزم التحفيز التي تصل إلى الأفراد بشكل مباشر وتحسين البنية التحتية لقطاع الصحي، هذه هي الميزات. بالتالي تأثيره مدى متوسط إلى البعيد إيجابيا للأسواق. نعم، هناك نظرة سائدة أن الدولار سيكون اتجاهها سلبي في الفترة القادمة، هل اللي يعني توقعات فوز جو بايدن يعني التأثير على ذلك؟ بشكل كبير جدا. الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المنصرم حتى موعد الانتخابات كان مطلب، وبالتالي كان في عنا اتجاه صاعد للدولار الأمريكي، عودته للهبوط هي عبارة عن البوزيشنز أو الصفقات التي تم اتخاذها أو المراكز التي تم اتخاذها بالدولار الأمريكي، هي حماية لما تأتي به نتائج الانتخابات، من ثم العودة للتمركز في الأسواق مرة أخرى، بالتالي أتخلي عن الدولار الأمريكي، إضافة إلى وجود كم هائل من البرامج التحفيزية النقدية والوعود ببرامج تحفيزية مالية من الحكومات الأمريكية، هذا ما يسبب قد يسبب ضعف الدولار الأمريكي على المدى القصير إلى المتوسط. نعم، أيضا نتحدث عن مستقبل البريكزيت والعلاقات الأمريكية البريطانية في حال يعني بحسب الفائز اليوم، معروف أن جو بايدن غير متحمس لاتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا، ومعروف أيضا أنه من أصول إيرلندية، فكيف سيؤثر ذلك على البريكزيت؟ يعني أعتقد البريكزيت متوقف حاليا، مع أنه نحن بننتظر ب 15 الشهر أن يكون في عنا القرار فيما يتعلق بالبريكزيت، ولكن نتيجة الانتخابات في 4 نوفمبر مهمة جدا. نعم. للبريكزيت. بايدن يعني سوفت بريكزيت، يعني خروج بصفقة من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي بقاء ممكن أن يكون في السوق الأوروبية المشتركة. ترامب خروج مهما كلف الأمر حتى بدون صفقة، قد يكون حظوظه أكبر بوريس جونسون بتحقيق هذا البريكزيت، ولكن البريكزيت سيحدث مهما كان الطرفين لأنه تم إقرار ذلك، إنما آلية الخروج قد تكون أكثر سلاسة مع نجاح بايدن بالانتخابات. نعم، أيضا توقعاتك لقرار الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة يوم الخميس؟ يعني أعتقد أنه الفيدرالي ينتظر نتائج الانتخابات. نعم. أولا، ولكن من المهم جدا نرى نظرة الفيدرالي الأمريكي للفترة القادمة. نعم. وإلى ضرورة الإبقاء على السياسة التحفيزية لأي مدى، وهل يوجد حاجة لمزيد من التحفيز النقدي، خصوصا أنه عبارات الفيدرالي الأمريكي أظهرت في الفترة الماضية أنه تم ما يجب إنجازه على الصعيد النقدي تم ولا يزال قائم حتى الآن كبرامج تحفيزية، والأنظار تتجه إلى خط التحفيز ما
المالية بشكل أكبر، ولكن البيانات الاقتصادية تظهر إيجابية. عندي بيانات البي ام ايز واللي الصناعات التحويلية أو مديري المشتريات في الولايات المتحدة الأمريكية تظهر تحسن أداء هذا القطاع، وبالتالي البيانات قد تكون أكثر إيجابية في الفترة القادمة، بالتالي ذلك قد يحسن من نظرة الفيدرال الأمريكي للفترة القادمة. ولكن السياسة النقدية التيسيرية السهلة قد تستمر 3 إلى 4 سنوات على الأقل في ظل ظروف كورونا، وأيضا أي أثر سلبية قد يضغطها كورونا على الاقتصاد ممكن أن يؤثر على قرار الفيدرال الأمريكي. ولكن نحن عند أدنى مستوياتنا في أسعار الفائدة، ويوجد برنامج شراء سندات ضخم جدا يتم اتباعه من الفيدرالي، لا أعتقد أنه سوف يكون التلويح بمزيد من الأدوات النقدية. نعم، سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.